الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب الناس تكون بخير. اولا بنعتذر على محاضره امبارح، ان شاء الله هناخد محاضره النهارده مراجعه على الاكسل، وهناخد محاضره باذن الله بكره مراجعه على برنامج الاكسس باذن الله مع البريد الالكتروني، ويوم الثلاث هيبقى مراجعه على اساسيات الانترنت او الكمبيوتر، والجمعه برضه مراجعه على اساسيات الكمبيوتر، بحيث ان احنا ان شاء الله نخلص المراجعات دي قبل العيد باذن الله، ونرجع بعد كده نحل في الاختبارات الدوليه. طيب هنبدا النهارده زي ما اتفقنا اللي هو المعادلات بتاعه الاكسل. احنا كنا اخذنا معادلات منهم، اللي هناخده النهارده ان شاء الله في معادلات زياده هناخدها النهارده مع بعض. طيب نبدا على بركه الله. زي ما تعودنا وزي ما عارفين احنا كنا اخدنا الجزء الاول من اكسل، هناخد النهارده الجزء الثاني من برنامج الاكسل. طيب في بعض الاوامر هنشرحها النهارده مع بعض في قائمه فورمولا اللي هي المعادلات. اولا جيت انا وقفت هنا بالشكل ده، حلو، ورحت وقلت له حاجه اسمها التراس من قائمه فورمولا، وعندك في جروب اسمه الفورمولا يوديتنج، فاختار من حاجه اسمها تريس. ايه اللي حصل؟ ظهر معايا مؤشر بالشكل ده، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي النتيجه اللي عندك اللي طلعت اللي هي 22000 كانت ناتج ايه؟ كانت ناتج الارقام اللي فوق، كانت ناتج الارقام اللي فوق. كل بس اللي هو بيقول لك، يعني انا دلوقتي عايز اعرف الخليه دي انا جبتها من فين؟ من تريس. بيقول لي الارقام اللي فوق هو ناتج الاجمالي، يبقى الاجمالي دي جات ازاي؟ عن طريق ان هو جمع الثلاث خلايا اللي فوق، فراح عمل لك اشاره. فانا عايز اشيل اللي انا عملته ده، اشيله ازاي؟ هقول له ريموف ايرور او الرو. ريموف الرو معناه ان انا هشيل السهم او التتبع. طب لو وقفت هنا في الضريبه اللي هي 5% وقلت له حاجه اسمها تريس ديبندنت، راح شاور لك على ايه؟ على الضريبه تحت. قال لك ان انا استخدمت الخليه دي فين؟ استخدمتها في خليه الضريبه، استخدمتها في خليه الضريبه. اقول له تاني ايه؟ ريموف او ازاله. طيب اولا انا لما اجي هنا احسب الضريبه، لما اجي احسب الضريبه، علشان احسب الضريبه هقول ايه؟ هقول السمشن اللي هو الاجمالي في نسبه 5%. فلما جيت سحبت من في الفلاش قال لي فاليو، فاليو معناها دخلت قيمه غلط. دي بتظهر امتى؟ بتظهر لما اجي اضرب رقم في نص، ان هو لما جيت كملت راح كمل معايا الصف الاول، فانا كده ضربت ايه؟ ضربت رقم في نص فاداني فاليو. في الحالة دي بعمل ايه؟ بعمل تثبيت للخلية، يعني مهما امشي هتثبت لي الخلية الاولى دي. فالنسبة المئوية اللي عندي اللي هو A1 هثبتها عن طريق حاجة اسمها F4. F4 بيتثبت معايا الخلية، يعني مهما اتحركت هيضرب بس في 5%، وادوس انتر واسحب من في الفلاش طلع معايا الناتج. ليه؟ عشان انا ثبت هنا الخليه. اثبت معناه ان انا مهما اتحركت هيضرب في ال 5%، الاجمالي في ال 5%، الاجمالي في ال 5%، الاجمالي في ال 5%. لكن لو انا ما ثبتش هيضرب في المبيعات 1، في المبيعات 2، في المبيعات 3، لان هيكمل معايا في الفلاش. طيب اولا انا شغال معادله، والمعادله اللي انا شغالها مش عايزه تحسب معايا رغم ان انا عامل صم صح. في حاجه هنا اسمها الكالكوليشن اوبشن، وتعالوا كده نختار حاجه اسمها المانوال، وتعالوا كده نحط رقم، يعني المفروض الرقم اللي هحطه هنا يحسب تلقائي تحت اوتوماتيك، ما حسبش. ما حسبش علشان هنا في الكالكوليشن اوبشن مخليها مانوال، يعني انا يدوي هعمل المعادله بنفسي. طب تعالوا كده نخليها اوتوماتيك، راح حسب لي القيمه، يبقى اوتوماتيك بيحسب لوحده، اما المانوال اضطر ان انا احسب يدوي بنفسي. الكالكوليت ناو هيحسب لك دلوقتي اهو، كالكوليت شيت بيحسب لك لو عندك
سيدنا محمد لو عندك أكتر من دالة داخل الخليج. طيب هنا الشو فورمولا بيظهر ليك المعادلات الموجودة داخل الخلية أهو. الشو فورمولا بيظهر ليك المعادلات اللي أنت استخدمتها داخل الخلية بالشكل ده أهو. طيب الـ Error Checking بيظهر ليك لو في أخطاء، بيقول لك Error in Cell C7، في خطأ في الخلية C7. وشوف انت عايز تعمل، عايز تعمل لها تعديل، عايز تتجاهل، ولا عايز تعمل ايه بالظبط. وانا بقول لك ان الخليه قال لك C7 فيها خطأ، اللي هي الاخطاء اللي كانت بتظهر معايا اهو. فين اللي هو نسبة الاخطاء؟ عندك في ال، خلينا نوصل عند حاجة اسمها أو. ده اللي هو الأخطاء اللي بتظهر معايا. أولا لو أنا شغال في خلية معينة وراح ظهر الأخطاء الشائعة، يعني الأخطاء الشائعة لو جيت أنا هنا قلت له يساوي 10 على 0 هيديك كام؟ هيديك الدف على 0، معناه إن أنا قسمت المعادلة على 0. فأنا لو عايز أظهر الأخطاء دي هقول له إيه؟ Error checking، يعني اظهر لي الأخطاء. طيب حلو خالص. طيب لو ظهر عندي في الخلية النيم، معناه ان المعادلة كتبتها غلط، بدل ما اكتب صم رحت كتبت اس يو وراح ظهر خطأ النيم. طيب الان على ايه؟ معناها ان القيمة غير موجودة. الفاليو زي ما احنا ظهرت معانا من شوية ان انا ضربت رقم في تكست نص. الريفرنس ان انا ما اتبعتش الشروط الأساسية بتاعت الدالة. أما النمبر اللي هو خطأ رقم، أنا دخلت رقم غلط. طب لو قلت له كاونت ورحت دوست مسطرة وقلت بلانك، المسافة اللي أنا عملتها دي غلط، فهتظهر مع خطأ النل، معناه أنا استخدمت مسافات ما بين الدوال وما ينفعش أستخدم مسافات. طيب علشان ابحث على الخطا دي كلها دوال من خلالها ببحث على الخطا اللي هو الاي اس ايرور، اولها اي اس والاي اس اي ار ار، الاي اس ان اي، الاي اس ار اي اف. فالار الاي اس ار اي اف بتبحث على الخطا المرجع. طب الاي اس نمبر خطا الارقام، اي اس تكست خطا النصي، الاي اس لوجيكال الخلايا اللي فيها ترو اند فولس. طيب الاي اس بلانك الخلايا الفارغه، الاود الخلايا الفرديه، الايفن الخلايا الزوجيه. طيب عشان اكتب اي معادله لازم في الاول يساوي، بعد كده اكتب اسم المعادله اس يو ام، بعد كده افتح القوس واتبع الشروط الاساسيه بتاعت ايه؟ بتاعت الداله. بيقول لك النام فين الرقم الاول والرقم، نفترض دول ارقام حددتهم بالشكل ده، بعد كده اقفل القوس. ولو في خليه فيها مسافات ما ينفعش استخدم مسافات. تعالوا كده نكتب هنا 1 2 3 4 5، فحسب معايا مجموع الارقام اللي فوق. الحاجات دي لازم اخد بالي منها انا شغال في المعادلات. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب انا دلوقتي واقف هنا، اسم الخليه ايه؟ اف 8، اسم الخليه اف 8. طب تعال نقول له حاجه اسمها ديفاين نيم، واكتب هنا النيم مثلا، اكتب سم واقول له اوكي. شايفين اللي حصل؟ سمى الخليه بالاسم اللي انا مسميه اهو. هي اصلا خليه انا واقف عليها دي اسمها اتش 8، فأنا مش عايز أسميها بالعمود الصف، أنا عايز أسميها باسم أنا أختاره. هروح على حاجة اسمها ديفاين نيم وأكتب في النيم الاسم اللي أنا عايزه. أكتب في النيم الاسم اللي أنا عايزه. طيب ده لو عايز أغير اسم الخلية بتاعتي. طيب نبتدي بقى بعد كده ندخل على المعادلات، نبتدي نحل مع بعض. عندك في حاجه اسمها الايكويشن والاوبريشن. الاوبريشن بتكون العمليات البسيطه، العمليات البسيطه
والاوبريشن العمليات الحسابيه البسيطه زي الجمع والطرح والقسمه والضرب والاس والارتباط. انا هنا لو عايز اجمع الرقم الاولاني على الرقم الثاني، احنا قلنا قبل ما اكتب اي معادله لازم الاول يساوي. انا عايز اجمع ايه؟ 5 زائد 7، احدد الخليه الاولى، حددتها، وادوس علامه الزائد اللي هي شيفت مع يساوي، واحدد الخليه الثانيه اللي عايز اجمعها عليها وادوس انتر. حلو. طيب لو عايز اطرح يساوي، بحدد الخليه الاولى اللي عندي وادوس على ماينس، مش شيفت ماينس، لا ماينس على طول، ماينس ايه او ناقص الخليه الثانيه اهو. بكتب الاول يساوي، وبحدد اول رقم عندي في العمليه اللي هو 8، القسمه ظهر او العلامه المايله بالشكل ده. طيب الرقم الثاني اللي هستخدمه الاثنين، يبقى هقسم 8 على 2. طيب ضرب يساوي، هحدد اول رقم عندي في العمليه اللي هو 8، علامه الضرب شيفت مع 8. طب هضربها في كام؟ هضربها في 8، يبقى تاني رقم عندي في العمليه اللي هو 8 احدده وادوس انتر. طيب في الاس يساوي، واحدد اول رقم برضو، اول خليه، الاس شيفت مع 6، شيفت مع 6، واحدد تاني رقم في العمليه واقول له انتر، يبقى 4 اس 2 16. طيب الارتباط برضه نفس القصة، يساوي بحدد أول خلية، وبعد كده في النص أحط رمز الارتباط اللي هو شيفت مع 7، ده رمز الارتباط، وأحدد تاني خلية عايز أشتغل عليها، لأن أنا ما ينفعش أشتغل على خلية واحدة، لازم على خليتين، وأدوس إنتر فربط معايا الاسمين مع بعض. ده بالنسبة للأوبريشن أو العمليات البسيطة. طيب قبل ما ادخل على الشيت اللي بعده بالنسبه للايكويشن، الاوبريشن فيها اي مشكله؟ الاوبريشن فيها اي مشكله؟ باقي الناس معايا؟ طيب احنا كنا اخذناها في الشرح، احنا بنعمل مراجعة عليها. حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ بالنسبة للإيكويشن، دخلنا بقى على العمليات الحسابية المعقدة. أنا دلوقتي عندي معادلات بالشكل ده: سم، افريج، ماكس، مين، لارج، سمول. صم لو عايز احسب مجموع الارقام الموجوده عندي، الافريج عايز احسب المتوسط. يعني ايه متوسط؟ بيجمع لي الارقام دي وبيقسمها على عددهم، عددهم كام؟ 5. يبقى هيجمع 50 زائد 95 زائد 40 زائد 30 زائد 40 على 5. الماكس هيديني اكبر رقم، فين اكبر رقم في دول؟ 95. المين هيديني اصغر رقم اللي هو كام؟ 30. اللارج بقى بالنسبه للماكس بيديني اول اكبر رقم، اللارج بقى لو عايز فيما بعد اول اكبر رقم اللي هو ثاني اكبر رقم او ثالث اكبر رقم او عاشر اكبر رقم، ايا كان ايه، طالما بعد الواحد خلاص. يبقى الماكس بيديني اكبر رقم عندي، لكن لو عايز التسلسل اللي بعد كده اللي هو ثاني اكبر رقم، ثالث اكبر رقم وهكذا، لارج. طيب سمول تديني ثاني اصغر رقم او ثاني اصغر قيمه. طيب احنا قلنا المعادلات بتتكتب ازاي؟ في الاول يساوي، في الاول يساوي وصم اللي هو اس يو ام، ده اسم المعادله. بعد الصم ما اعملش مسافه، اروح افتح القوس على طول. قال لك فين النمبر 1 والنمبر 2؟ نفترض انا قلت لك اجمع لي العلوم والكمبيوتر، احدد اول حاجه اللي هو العلوم. بعد كده ظهر عندك فاصله ولا فاصله منقوطه؟ فاصله يبقى الواو، فاصله منقوطه يبقى الكاف.
يبقى انا اول حاجه حددت درجات العلوم، بعد كده احدد درجات مثلا الكمبيوتر، واقفل القوس وبالسنتر. كده انا جمعت ايه؟ انا كده جمعت العلوم مع الكمبيوتر. لا، انا عايز اجمع كله مع بعض، يساوي صم، وافتح القوس. هروح احدد الخلايا اللي عايز اجمعها اهو، من اول C2 لحد G2، واقفل القوس وادوس انتر، واقفل القوس وادوس انتر. راح عمل جمع. بعد ما جمع معايا هروح على كل خليه اعمل نفس الكلام، يساوي صم، وافتح القوس واحدد الدرجات اللي عايز اجمعها، واقفل القوس وادوس انتر. هعمل الكلام ده في كله؟ لا، هعمل لها في الفلاش، اما كليك الشمال على المربع الاخضر الصغير واسحب لتحت، يا اما ضغطتين كليك شمال. طيب في طريقة تانية للجمع. ايه هي؟ انا واقف هنا، واقف في الخلية دي، ادوس على الت مع يساوي اهو، هو عارف انا عايز اعمل ايه. الت مع يساوي ده اختصار لعملية الجمع. طيب عايز احسب الافريج، يساوي، واكتب برضو اسم المعادلة، يساوي افريج، وافتح القوس، واروح احدد الارقام الموجوده عندي اللي عايز اعمل لها، اجيب لها المتوسط، ما احسبش معاها الصم لان الصم دي معادله، انا عايز اجيب المتوسط من اول العربي لحد الكمبيوتر، واقفل القوس ودوس انتر واسحب لتحت. طيب عايز اجيب اكبر قيمه برضو بنفس الطريقه، ساوي، واكتب اسم المعادله اللي هي اسمها ماكس ام اي اكس، وافتح القوس، وبرضه هعمل ايه؟ هحدد الارقام اللي عايز اجيب منيها اكبر رقم، واقفل القوس ودوس انتر، اداني اكبر قيمه موجوده عندك، واعمل في الفلاش. المين يساوي 2، والمره دي هجيب اصغر رقم، ساوي مين، افتح القوس واحدد الارقام الموجودة عندي، واقفل القوس وادوس انتر، كده حسب لي اصغر رقم عندي. طيب قلنا اللارج بتعمل لي ايه؟ بتجيب لي تاني اكبر قيمة، او تالت اكبر قيمة، او عاشر اكبر قيمة، اقول له يساوي، واكتب اسم المعادلة اللي هي اللارج، وافتح القوس. فمن تحت بيديني الشروط الاساسيه بتاعت المعادله. هنا بيقول لي الاري النطاق بتاعك، انا عايز اجيب تاني اكبر قيمه من اول العربي لحد الكمبيوتر الجزء الاول. ليه ماليش دعوه بالباقي؟ لان كده كده هعمل له في الفلاش. طيب ركز، ظهر بعد كده فاصله ولا فاصله منقوطه؟ فاصله. الكي معناها انت عايز ايه بالظبط؟ لو تاني اكبر قيمه هكتب 2، طيب لو ثالث أكبر قيمة 3، رابع أكبر قيمة 4، وهكذا. يبقى أول حاجة بحدد النطاق بتاعي، بعد كده أعمل فصلة أو فصلة منقوطة على حسب اللي ظاهر معايا. أنا عايز تاني أكبر قيمة، أروح أكتب 2، وأقفل القوس وأدوس إنتر. طيب سمول نفس القصة، يساوي سمول، وافتح القوس. قلنا اول حاجه بحدد الاري بتاعي اللي هو النطاق اللي هشتغل فيه، واعمل فصله او فصله منقوطه، انا عايز تاني اصغر قيمه 2، واقفل القوس ودوس انتر، وبعد كده اعمل الفلاش. طيب بالنسبه للصم والافريج والماكس والمين واللارج والسمول، فيهم اي مشكله بالنسبه للناس؟ يا ريت كل الناس تشارك معايا. الصم انا بعمل يساوي الاول، لازم قبل ما اكتب اي معادله يساوي، بعد كده بكتب اسم المعادله، هي الاسماء فوق. الصم بتجيب لي المجموع، الافريج بتجيب لي المتوسط، والماكس بيجيب لي اكبر قيمه، المين اصغر قيمه، واللارج لو عايز فيما بعد او اول اكبر قيمه اللي هو تاني اكبر قيمه، والسمول تاني اصغر قيمه. طيب هو تقريبا مفيش غير 3 4 بس بيتفاعلوا معايا، باقي الناس فين؟
حد عنده مشكلة؟ طيب عندك بعد كده معادلة الكاونت، كاونت ايه والكاونت بلانك. اولا بالنسبة للاختبارات الدولية الخاصة ب الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3، المعادلات اللي بتيجي الصم، الافريج، الماكس، المين، اللارج، السمول، الكاونت، كاونت ايه، كاونت بلانك، الراوند بس، وبعد كده معادلة الاف. دول ال10 او ال11 معادلة اللي بيجوا. وحتى كمان لما بيجيب في الأسئلة بالنسبة للاختبارات الدولية مش بيجيب ال11 كلهم، يعني ممكن يجيب لك اللي هو المجموع، يجيب لك المتوسط، يجيب لك أكبر رقم، يجيب لك أصغر رقم، يجيب لك اف، اف دي أكيد لازم تيجي، يجيب لك الكاونت ايه، يقول لك عدل لي الخلايا، عد الخلايا لتحتوي على قيم مثلا. يعني الكاونت ايه أصلا أهو، لو قال لك عد الخلايا غير الفارغة، غير الفارغة، استخدم الكاونت ايه مش الكاونت، وهنعرف ليه. ليه؟ لأن الكاونت ايه بتعد لي، هو طالما قال لك غير الفارغة يبقى محتاج منك الأرقام والنصوص. تعود دايما كاونت، أي معادلة فيها كاونت فهي خاصة بالعد، أي معادلة فيها كاونت فهي خاصة بالعد. نبدأ هقول له يساوي، زي ما كأني بكتب أي معادلة، يساوي كاونت وافتح القوس. أولا هاجي أحدد مثلا النطاق ده كله، فهو كاونت بتعمل إيه؟ بتعد الأرقام. شوفوا كده كام خلية فيها رقم، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 11 خلية بس فيها رقم. هندوس انتر، قال لك 11. ليه قال لي 11؟ لأن عدد الخلايا اللي فيها الأرقام 11 خلية. طيب الكاونت إيه؟ المرة دي العكس، الكاونت إيه؟ بتعد معاك الخلايا غير الفارغة بكل ما فيها. يساوي كاونت ايه، واحدد النطاق اللي عايز اعد منه واقفل القوس وادوس انتر. عدوا معايا، اولا 11 خليه فيها ايه؟ فيها رقم. طب دول قد 1 2 3 4 5 6 7، 7 في 7 ب 14، 14 و11 فيهم كام؟ فيهم 25 اهو. فمعنى الكلام ده ان هو عد الخلايا اللي فيها ارقام ونصوص. طيب عندك كم خلية فاضية؟ 3، بستخدم ليها معادلة الكاونت بلانك اهو. انا ما عملتش مسافة بين الكاونت وما بين البلانك، واحدد الرينج بتاعي وقت القوس وادوس انتر، قال لي كام؟ 3. يبقى الكاونت خاصة بالعد، كاونت بس بتعد الارقام، كاونت ايه الخلايا الغير فارغة ارقام نصوص، كاونت بلانك الخلايا الفاضية. بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي، ولقرب لأقرب رقم 10، ممكن يجيب لك سؤال استخدم معادلة التقريب، تمام، وقرب أو خلي الأرقام اللي بعد العلامة العشرية بدون منازل عشرية، يعني خليها صفر، أنا مش عايز أعمل لها تقريب أصلا، سواء عايزك تستخدم معادلة الراوند. يساوي راوند. طيب وافتح القوس. اولا الراوند من اسمها تقريب، معناها لازم استخدم خلايا فيها ارقام عشرية، احدد الرقم اللي عايز اقربه اهو. طيب ركز، هل المعادلة كده خلصت؟ لا، بص تحت قال لك ايه؟ فصلة. بعد كده قال لك النمبر ديجيت، انت عايز تقرب لاقرب كام رقم عشري بعد العلامة؟ لأقرب رقمين عشرين، أكتب 2 وأقفل القوس ودوس إنتر. جاب لك بعد العلامة العشرية كم رقم؟ رقمين عشريين. طيب هي الراوند أب والراوند داون، بس الراوند أب بتقرب لأكبر رقمين عشريين بعد العلامة، أكبر رقمين عشريين بعد العلامة.
يعني الخمسة اللي هي بعد العلامة العشرية تدي واحد للأربعة، تبقى 35 أهو يساوي راوند أب. بفتح القوس وإنا بحدد الرقم العشري، وعن فصلة هقول له عايزك بعد العلامة العشرية تجيب لي أكبر رقمين عشريين أهو. طيب لو الأصغر يبقى هياخد التلاتة والأربعة بس أهو يساوي راوند داون، وافتح القوس واحدد الرقم العشري واعمل فصل واقول له 2، فهيقرب معاك لاصغر رقمين عشريين اللي هو 12.4 و30. الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك؟ الكاونت اي معادله فيها الكاونت فهي خاصه بالعد. انا عايز اعد خلايا هقول له يساوي كاونت وافتح القوس. طيب انا حددت النطاق ده بالكامل اهو، فكاونت بس بتعد لي الخلايا اللي فيها ارقام. كام خليه فيها رقم؟ 11 خليه اهو. طيب كاونت ايه؟ كاونت ايه بتعد الخلايا اللي فيها ارقام ونصوص مع بعض. كام خليه فيها رقم ونصوص؟ 25 خليه. اما الكاونت بلانك بيعد معاك الخلايا الفاضيه. كاونت كاونت ايه كاونت بلانك راوند راوند اب راوند داون. حد عنده مشكله في الشيت ده؟ الناس تحاول ان شاء الله باذن الله لما ينزل الفيديو المسجل تسمع المعادلات كويس، تمام؟ تسمع المحاضره بتاعت المعادلات دي بتاعت النهارده كويس. اولا عندي معادله اسمها التايم، هقول له يساوي تايم وافتح القوس. اولا لازم ابص على شروط المعادله من تحت، بيقول لك في الاول اور، بعد كده مينت، بعد كده سكند، يعني الاول ساعه، دقيقه، ثانيه. هقول له الساعه 2 واروح اعمل فاصله، الساعه 2 و30 دقيقه اعمل فاصله. طيب كم ثانيه؟ 30 ثانيه. واقفل القوس ودوس انتر اهو، اداك الساعه بتاعتك، الساعه 2 و30 دقيقه و30 ثانيه. الثواني مش بيظهرها معاك. طيب عايز اجيب تاريخ معين يساوي ديت وافتح القوس. برضو ابص على شروط المعادله من تحت، بيقول لك الير والمانس والدي، السنه والشهر واليوم. اقول له السنه 2022، مفيش حد يكتب لي 22 بس، لا اكتب السنه كامله 2022. طيب والشهر هقول له شهر مثلا 3. طيب اليوم هقول له مثلا 15، واقفل القوس ودوس انتر، اداك التاريخ شهر 3 اليوم 15 والسنه 2022. على فكره في ناس بتيجي عندها 15 3 وفي ناس 3 15، عادي ما فيهاش اي مشكله. هو بيعكس الساعات، يخلي لك الاول الشهر بعد كده اليوم، ممكن يخلي لك اليوم بعد كده الشهر. طيب انا جبت الوقت وجبت التاريخ، طيب انا عندي تاريخ والتاريخ ده عايز احسب مني السنه بس، اقول له يساوي year اللي هي السنه وافتح القوس. احدد التاريخ اللي عايز اطلع مني السنه، واقفل القوس وادوس انتر، قال لك 2021. طيب عايز اجيب الشهر يساوي months وافتح القوس. بحدد برضو التاريخ اللي عايز اجيب مني الشهر، واقفل القوس وادوس انتر، قال لك انت في شهر 10. انا هنا عندي الاول الشهر بعد كده اليوم. طيب عايز اجيب اليوم يساوي day وافتح القوس. فين التاريخ؟ هو بيقول لك السيريال نمبر، يعني فين التاريخ اللي هتجيب منين اليوم؟ اهو حدد التاريخ وقت القوس ودوس انتر، قال لك 5. طيب الاور نفس القصه، يساوي اور وافتح القوس. بحدد الساعه اللي عايز اجيب منيها، او بحدد التايم عندي الوقت اللي عايز اجيب منيه الساعه، قال لك الساعه 2. طيب الدقائق نفس القصة، مينت
بفتح القوس، بحدد الوقت اللي عايز اجيب منه الدقايق، بقفل القوس وادوس انتر اهو يساوي السكند، بفتح القوس، بحدد التايم او الوقت اللي عندي اللي هجيب منه ايه الثواني، واقفل القوس وادوس انتر. ملهاش فايدة، هي مش بستفاد منها في حاجة، بس ساعات مثلا لو انت نفترض مثلا شغال على حد معين، بدل ما كل خلية هتكتب تاريخ، بدل ما كل خلية هتكتب تاريخ، او لو عندك تاريخ بالشكل ده، ولو قلت لك انا عايزك تطلع لي السنين من التاريخ ده بالكامل، تقعد تبص على كل سنة 2021، بعد كده 2022، بعد كده 2018، وتكتبها مانيوال، ولا كل ما عليك بس هتحدد التاريخ وتقول له اللي هو معادلة الير، هيطلع لك السنين كلها. ده اللي هي الفايدة من معادلة التايم اند ديت. طيب في جزء معانا هخلصه، وبعد كده اللي عنده أي سؤال ممكن يسأل فيها بعد إذنكم. يعني هنخلص بس لحد كام معادلة كده، بعد كده اللي عنده أي سؤال ممكن يسأل. طيب برضه عشان الناس اللي وقفت معاها، في كان حد رافع ايده، مش مهندس مين، محمد الشرقاوي تقريبا، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام يا هندسة. كل سنة وانتم طيبين. بس الإجابة باشا باشمهندس بالنسبة للفرملة تبع التايم دي، احنا بنستخدمها مثلا قسم الـ HR، بالذات بالنسبة للناس اللي هم بيحسبوا لهم الأوفر تايم والحاجات دي، بدل ما تتحسب مانوال فاحنا بنحسبها بالطريقة اللي حضرتك بتحسبها ده يا باشمهندس. يعني مثلا لما بيكون عندي ستاف ولا حاجة شغالين في الموقع، فدي كويس جدا يا باشمهندس، لازم الواحد يقعد يحسبها مانوال كده، فاللي هتوفر عليك كتير يعني. وألف شكر بالظبط لحضرتك. هندسة، العفو يا هندسة. ده بالنسبة للسؤال اللي طرحه الأستاذ، اللي هي إيه فائدة الدوال بتاع الوقت والتاريخ. فأكتر ناس هتشتغل فيها اللي هم مثلا كمهندسين بيرفقوا مثلا تايم شيت الأوفر تايم بالنسبة للناس اللي شغالة في الموقع وكده. بالظبط وألف هندسة، شكر لحضرتك. أشكرك هندسة جدا على التوضيح، أشكرك يا حبيبي. زي ما قلنا وزي ما قال الباشمهندس محمد، قال إن يعني أغلب الناس بتستخدمها. أنا لو عندي تواريخ كتيرة، مثلا تاريخ بداية وتاريخ النهاية، ولو قلت لك أنا عايز أعرف السنة اللي بدأ الناس بدأت فيها أو الموظفين بدأوا فيها، تقعد تكتب يدوي كل سنة 2021 2018 2015، ولا استخدم على طول معادلة الير أو السنة وهكذا. التايم نفس القصة برضو، لو عايزين نحسب الأوفر تايم، لو عايز أحسب تاريخ يوم معين، فالمعادلات دي بتفيدني في اللي هو الحسابات عموما، تحديد كل واحد اشتغل مثلا سنة كام، الشهر، اليوم. في معادلة هناخدها شوية، هي مرتبطة بالتاريخ والوقت، اسمها الـ Date Diff، هنعرف برضو إيه فايدتها مع بعض بإذن الله. كان برضو أستاذ أحمد حسن كان عنده سؤال. تفضل يا هندسة. تسلم هندسة، بارك الله فيك، كده واضح بالنسبة لي خلاص. تمام يا هندسة. بارك الله فيك هندسة. طيب عندي بعد كده معادلات اسمها الابر واللوير والبوبير، انا مش بستخدمها كتير. في ناس بتهتم دايما بالمظهر الجمالي بتاع الشيت. طيب كلمة الأبر يساوي أبر، وافتح القوس، قال لك حدد إيه التكست أو النص، حدد النص واقفل القوس ودوس انتر. إيه اللي حصل؟ خلى لك كل الحروف اللي عندك كابيتال، يبقى أبر بتخلي لي كل الحروف كابيتال. طيب اللوير بتخلي لي كل الحروف سمول، أهو كل الحروف اللي عندك سمول. طيب البروبير بيخلي لك اول حرف كابيتال والباقي سمول بالشكل ده.
اول حرف كابيتال والباقي سمول بالشكل ده يعني. طيب يبقى المعادله دي فايدتها في ايه؟ يا اما تخلي لي كل الحروف كابيتال اللي هي معادله الابر، يا اما كل الحروف سمول معادله اللير، يا اما اول حرف كابيتال والباقي سمول اللي هي معادله البرو بير. بكتب بس يساوي واسم المعادله وافتح القوس واحدد التكست اللي عايز اغير من عليه مثلا حروف، بس واقفل القوس وادوس انتر. فالابر بيخلي لي كل الحروف كابيتال واللوير كل الحروف سمول، والبرو بير بيخلي لي اول حرف كابيتال والباقي سمول. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الليفت ورايت والميد. الليفت بيعد لي الحروف من ناحيه اليسار، وعلى قد الحروف اللي انا بعدها بيتم ادراجها في الشيت. يعني قلت له يساوي ليفت وافتح القوس، اول حاجه بيقول لك فين التكست، النص بتاعك اهو، النص محمد رمضان. حلو. بعد كده فاصله ولا فاصله منقوطه؟ فاصله. بيقول لك النمبر شارت، انت عايزه يعد من ناحيه اليسار كام حرف؟ اربعه. واقفل القوس ودوس انتر. راح ادرج معايا اربع حروف من ناحيه اليسار. طيب الرايت المره دي هعد بس من ناحيه اليمين، تساوي رايت. واول حاجه هعملها هحدد التكست او النص، هقول له انا عايزك تعد لي من ناحيه اليمين مثلا خمس حروف، واقفل القوس ودوس انتر. طيب خمس حروف ليه كتب لي اربع حروف؟ لان المسافه عندي بيحسبها لي حرف. طيب ميد اللي هو الميد اللي بيعد من المنتصف. طيب اول حاجه بيسالك فين التكست اهو. طيب اعمل فاصله. بيقول لك الستارت نمبر، الستارت نمبر اللي هو رقم البدايه اللي هبدا بيه، انت عايزه يبدا لك العد من فين؟ انا عايزه يبدا العد من الحرف الرابع اللي هو من الام اهو، واروح اعمل فصل. طيب النمبر شارت بيقول لك من الحرف الرابع هيعد كم حرف؟ مثلا خمسه. يبقى اول حاجه بحدد التكست، وبعد كده بقول له هتبدا لي من الحرف رقم كام، وهتعد من الحرف الرابع كام حرف؟ خمسه. اقول له انتر. دي بتفيدني في الاكواد، يعني لو عايز اعمل اكواد مثلا، انا عايز اعمل اكواد اول ثلاث حروف بس، هقعد اكتب في كله ولا اكتب بس في الاول وبعد كده اعمل في الفلاش؟ هيفيدني في موضوع الاكواد سواء معادله الليفت او الرايت او الميد. دي مختصه بس بالعد. طيب عندك معادلتين مهمين جدا، معادله اسمها اكزاكت ومعادله اسمها تريم. اولا اكزاكت بيشوف لي مدى التطابق، يعني هل الخليه الاولى دي هو اللي موجود في الخليه الثانيه ولا لا، فاقول له يساوي اكزاكت. اكزاكت يعني بالظبط او بالفعل. اول حاجه بيقول لي التكست 1 والتكست 2 اللي هتقارن ما بينهم، التكست 1 اهو اللي في العمود الاول، واعمل فاصله، التكست 2 اللي في العمود الثاني، واقفل القوس ودوس انتر. قال لك ترو، يعني اللي موجود في الخليه الاولى هو الموجود في الخليه الثانيه. طب تعالوا هنا يساوي اكزاكت، وافتح القوس، هحدد اول خليه واعمل فاصله، واحدد ثاني خليه، واقفل القوس ودوس انتر. قال لي برضو ترو، راح اسحب لتحت بدل ما اعملها كله. هنا قال لك فولس ليه؟ ان اللي موجود في الخليه الاولى مش زي اللي موجود في الخليه الثانيه. يبقى تاني بتتحسب ازاي؟ يساوي بكتب اسم المعادله اللي هي اكزاكت، وافتح القوس، واحدد اول خليه موجوده عندي، ده لو عايز اقارن ما بين اثنين اشوفهم زي بعض ولا لا، واعمل فاصله، واحدد اللي موجود في الخليه الثانيه، واقفل القوس ودوس انتر. ده لو عندي منتجات مثلا، نفترض ان المنتجات دي انا عايز اجيبها. طب اللي وصل المنتجات دي، هل المنتجات اللي انا كنت طالبها هي اللي وصلت ولا فيها اختلاف؟ انت بتحدد عن طريق معادله الاكزاكت او مدى التطابق. طيب تريم، اولا الاسم اللي زي ده هل المسافات مظبوطه؟ لا،
القسم الاولاني هل المسافات مظبوطه؟ برضو لا، المسافات عندك مش مظبوطه. اظبط المسافات ازاي؟ عن طريق معادله اسمها تريم يساوي تريم، وافتح القوس بيقول لك حدد النص اللي عايز تظبط للمسافه اهو، واقفل القوس ودوس انتر اهو ظبط معايا. يبقى تريم بتعمل ايه؟ بتظبط معايا المسافات يساوي تريم يساوي تريم، وافتح القوس واحدد النص اللي عايز اظبط للمسافه، واقفل القوس ودوس انتر. دي اللي هي معادله تريم اللي هي بتظبط معايا المسافات. هناخد هنا ازاي نجمع بس الاف والاف كومبلكس والصم اف والكاونت اف والافريج اف، هخليها في محاضرة بكرة ان شاء الله. طيب انا هنا عايز اجيب السعر الكلي، انا عندي هنا العدد وعندي السعر للواحدة بس، فاجيب السعر الكلي ازاي؟ هعمل عملية ضرب، هقول له يساوي، اولا انا عندي المنتج ده في مني كام؟ 4 وحدات. سعر الواحدة كام؟ 60. يبقى أحدد أول خلية وأروح أضربها في 60 اللي هي الخلية التانية عشان أجيب السعر الكلي. يبقى عشان أجيب السعر الكلي اللي هو العدد في سعر الوحدة، أنا عندي 4 من HB، سعر الواحد عامل 60، يبقى أضرب الأربعة في 60. في معادلة تانية للضرب اسمها برودكت، برودكت يساوي برودكت، وافتح القوس بيقول لك حدد نمبر 1 ونمبر 2، يعني الرقم الاول والرقم الثاني يساوي برودكت. الرقم الاول كام؟ 4، واروح اعمل فاصله او فاصله منقوطه. 4 عايز اضربها في اي رقم؟ اضربها في 60، ادي الرقم الثاني، واقفل القوس وادوس انتر. طيب المعادلة الثالثة برضو زيها اللي هي الام مالت يساوي ام مالت، وافتح القوس بيقول لك حدد الاري 1 والاري 2. ادي حددت الاربعة فاصلة الستين، واقفل القوس وادوس انتر، قال لك 240، واعمل بعد كده ايه؟ الفيل فلاش. يبقى بنحسبها تاني ازاي؟ 3 طرق عندي للضرب، يا اما هقول له يساوي واحدد اول رقم واضربه اللي هو شيفت مع 8، واحدد تاني خليه واقول له انتر، يا اما معادله برودكت اللي هي برودكت، وافتح القوس بحدد اول رقم والرقم ده هضربه في ايه؟ هضربه في 60، حدد 60، واقفل القوس ودوس انتر. الام مالت نفس القصه يساوي الام مالت، افتح القوس حدد برضو اول رقم واعمل فاصله واحدد ثاني رقم واقفل القوس وادوس انتر. دي اللي هي عمليه الضرب، 3 معادلات اللي هو النجمه اللي هو الضرب العادي، اما الثاني اللي هي البرودكت والام مالت. هنسيب اف واف كومبلكس والسم اف والكاونت اف والافريج اف عشان هتطول معانا في محاضره بكره. قبل ما ادخل على الشيت اللي بعده، في اي مشكلة في الشيت ده؟ حلو خالص. اولا عندي معادلة اسمها ناو، المعادلة دي اسهل مما نتخيل. يعني ايه اسهل مما نتخيل؟ هقول له يساوي ناو، وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، بس هي دي المعادله. جاب لك تاريخ النهارده والساعه دلوقتي عامله كام؟ جاب لك التاريخ والساعه بتوع النهارده، تاريخ النهارده وساعه دلوقتي. طيب توداي يساوي توداي، وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، ادالك تاريخ النهارده بس.
بكل القصه بتكتب بس المعادله، مش هتعمل ولا تحدد اي حاجه. يساوي ناو وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر. برضو توداي نفس القصه. طيب الكونفيرت، لو عايز اعمل تحويلات، انا عايز احول دلوقتي التلاتة جرام الى الكيلو جرام، هقول له يساوي واكتب اسم المعادله بتاعت التحويلات اللي هي كونفيرت وافتح القوس. اول حاجه بيقول لك الرقم اللي عايز تحوله، انا عايز احول مثلا 3 واقف واعمل فاصله، فهنا بيقول لك فروم يونت، انت عايز تحوله من اي وحده، 100 جرام. لازم الوحده اللي هحول منيها احطها ما بين علامتين تنصيص، علامات التنصيص اللي هي شيفت طب. يبقى انا عايز احولها من الجرام، مجيش حد يكتب لي جرام بالكامل كده، لا اكتب الاختصار بتاعتها. طيب بيقول لك تو يونت، انت عايز تحول من وحده الجرام الى وحده ايه؟ الى وحده الكيلو جرام، ما بين علامتين تنصيص واقفل القوس ودوس انتر، او حول لك من 3 جرام الى الكيلو جرام. تاني يساوي واكتب اسم المعادله اللي هي كونفرت وافتح القوس. اول حاجه بكتب الرقم اللي انا عايز احوله، مثلا 5 واعمل فصل. بيقول لك فروم يونت، انت عايز تحوله من وحده ايه؟ انا نفترض عايز احوله من المتر، يا اما هضغط عليها ضغطتين اهو، يا اما احطها انا ما بين علامتين تنصيص، من المتر 5 متر واروح اعمل فاصله، عايز احول من ال 5 متر الى الى الملي متر، او اخليها الى السنتيمتر واقفل القوس. يبقى انا عايز احول من ال 5 متر الى السنتيمتر. ال 5 متر فيها كام سنتي؟ فيها 500، لان بنضرب المتر في 100. حلو خالص لحد دلوقتي. طيب عندك معادلة اسمها الـ ABS، أولا يساوي ABS وافتح القوس. عندي رقم زي دي بالسالب، عندي رقم زي دي بالسالب، هضغط على الرقم ده واقفل القوس وادوس انتر، خلصت المعادلة. حول الرقم السالب إلى رقم موجب، اسم المعادلة تاني اسمها ايه؟ الـ ABS. أقول له يساوي ABS وافتح القوس. فين النمبر او الرقم اللي عايز احوله من السالب الى الموجب؟ اروح احدد الرقم واقفل القوس وادوس انتر، حوله لي من السالب الى الموجب عن طريق معادله اسمها ايه؟ الـ ABS. الفي لوك اب والاتش لوك اب واللوك اب دي دوال بحث، دوال بحثيه هنخليها مع اف بكره ان شاء الله. يعني بكره هنشرح اف السيمبل البسيطه، واف الكومبلكس اللي هي المركبه، سم اف، كاونت اف، افريج اف، وهنشرح الفي لوك اب، وهنشرح الاتش لوك اب، وهنشرح اللوك اب ان شاء الله في معادل في محاضره بكره. طيب دي احنا بصينا عليها، تعالوا هنا في التمرين. هنا دلوقتي مثلا عندي تمرين بالشكل ده، عايز احسب الاجمالي. احسب الاجمالي ازاي؟ الاجمالي بيساوي ايه؟ بيساوي الكميه الاجمالي الايه للمنتج اللي هو الاتش بي، بيساوي الكميه في سعر الوحده اللي هو 5 ضرب 3000. حدد دي، انا ما ينفعش احدد رقم في خليه، يا اما اخلي 2 خلايا، يا اما اخلي 2 ارقام او بالشكل ده. فانا ضربت الكميه في سعر الوحده، يا اما استخدم معادله ايه؟ معادله البرودكت، يا اما معادله الام مالت. انا جبت الاجمالي. طيب عندك الضريبه كام؟ 5%. طب احسب الضريبه ازاي؟ يساوي والاجمالي اللي عندي هروح اعمل له عمليه ضرب في كام؟ في النسبه اللي هي 5%. اقول له انتر، قال لك فاليو. ليه؟ لان ال 5% هنا فيها نص، فانا ضربت نص في رقم، واروح اعمل ايه؟ هاجي هنا امسح دي، واكتب هنا مثلا الضريبه في مكان فاضي لوحده،
أو الضريبة، وأقول له هنا الإجمالي في الضريبة. حلو، تعالوا كده نسحب لتحت، مديني أصفار ومديني فاليو. ليه؟ لأن أنا ما ثبتتش الخلية، أنا عايز أخلي كل ده يتضرب في كام؟ في 5%. لكن لو سحبت لتحت هيضرب العكس، هيضرب في الخلايا الفاضية، أنا مش عايز أضرب في الخلايا الفاضية. أثبتها إزاي؟ F4 عشان أثبت الضريبة. تعالوا كده نسحب لتحت، حسب معايا. فطالما أنا عايز أضرب في خلية واحدة بس، فيفضل إن أنا أثبتها. يبقى الضريبة بتساوي الإجمالي في النسبة المئوية اللي عندك. طيب الأرباح بتساوي إيه؟ الأرباح بتساوي الإجمالي ناقص الضريبة. الإجمالي ناقص الضريبة هيديك الأرباح. يبقى الإجمالي ناقص الضريبة هيديك الأرباح. ده بالنسبة للإجمالي والضريبة والأرباح. طيب عندك معادلة اسمها الديتد اف. الديتد اف بتحسب الفرق ما بين التواريخ، بمعنى انا دلوقتي ادي عندي تاريخ بالشكل ده، هقول له يساوي الديتد اف. الديتد اف وافتح القوس. اول حاجة اللي هو الاند ديت، تاريخ النهاية. تاريخ النهاية بتاعك امتى؟ اللي هو هقول له مثلا today، هقول له today وافتح القوس واقفل القوس. كده انا عملت تاريخ النهاردة، واروح اعمل فاصلة، بعد كده احدد اللي هو التاريخ الموجود عندي اللي هو الايتو، واعمل فاصلة. انا عايز اطلع القيمة دي بالسنين، وقف القوس ودوس انتر. قال لي النمبر، يعني ليه قال لي خطأ نمبر؟ انا هنا لما جيت عملت طرح معايا تاريخ اللي هو البداية، ده التاريخ الثاني ناقص التاريخ الاول، فهيديك قيمة بالسالب. انا ما ينفعش اعمل حاجة زي كده. ففي الاول اول خطوة بعملها بحدد تاريخ البداية اللي عندك، هو يساوي dated if. يعني ده كمثال عليه، ان هو لو عندي مثلا منتج، المنتج ده ليه تاريخ صلاحية، ليه مثلا تاريخ انتاج وليه تاريخ انتهاء صلاحية، فانا عايز اطرح الاتنين مع بعض. انا عايز اطرح تاريخ الانتاج من تاريخ الصلاحية، وبحط اقدم تاريخ الاول، يبقى التاريخ القديم اللي بحطه في الاول اهو. بعد كده اعمل فاصلة، وبعد كده احط التاريخ الجديد او تاريخ النهاية. انا هطرحه من تاريخ النهاردة today، وافتح القوس واقفل القوس واعمل فصل. طيب النتيجة عايزها تطلع بالسنين، احط y اللي هو الـ year او السنة، اقول له انتر. فلما جاء طرح من 2000 1/1 2000 لحد تاريخ النهاردة، اداك 22 سنة. طيب المرة دي عايز اعملها، بس المرة دي يجيب لي الشهور، يساوي الديتد اف وافتح القوس. قلنا في الديتد اف عندي تاريخ بداية وتاريخ نهاية، فبطرح تاريخ البداية ناقص تاريخ النهاية. طيب معنى كلمة بطرح تاريخ البداية ناقص تاريخ النهاية، يعني بكتب في الأول تاريخ البداية وبكتب بعد كده تاريخ النهاية، فهو بيجيب التاريخ الثاني ناقص التاريخ الأول، التاريخ الثاني ناقص التاريخ الأول اللي هو الـ A2 ناقص A1، أو الخلية الثانية ناقص الخلية الأولى. فأول حاجة زي ما قلنا إدينا مثال عليها اللي هو بالنسبة للمنتجات. عندك تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. في الأول بحط تاريخ إيه؟ الإنتاج، وأروح أعمل فصل، وبعد كده بحدد التاريخ بتاع انتهاء الصلاحية. تاريخ انتهاء الصلاحية بيكون أحدث من التاريخ اللي أنا حددته، يعني في الأول ده التاريخ القديم. التاريخ الحديث اللي هو today، وافتح القوس واقفل القوس واعمل فصل. طيب لو عايز أطلع الفرق ما بينهم بالسنين، واي
طيب عايز اطلعه بالشهور، اروح اكتب واي ام. واي ام يعني هو كده كده حاسب لك الاول عدد السنين ومنها يحسب لك الشهور، قال لك 3 شهور. طيب المرة دي عايز احسبها بس بايه؟ عايز احسبها باليوم، حدد تاريخ ايه؟ تاريخ القديم اللي عندي اللي هو تاريخ الانتاج مثلا، واعمل فاصلة، بعد كده تاريخ انتهاء الصلاحية او تاريخ النهاردة. المرة دي عايزه يطلع بايه؟ باليوم. يبقى الام دي كده كده هيحسبها لك بناء على الشهور، قال لك 22. يبقى هنا عندك السنين وعندك الشهور وعندك اللي هو الايام. ده لو واحد مثلا تاريخ ميلاده 1900 وعايز يعرف عايش كام سنة كام يوم كام شهر. ده بالنسبة للديتد اف. الديتد اف فيها اي مشكلة؟ قبل ما ادخل على المعادلة اللي بعدها، الديتد اف فيها اي مشكلة؟ فالديتد اف انا في الاول بحط تاريخ البداية، بعد كده بحط تاريخ النهاية اللي هو تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد كده في الشرط او في الثالث شرط عندي انا عايز اطلع الفرق ما بينهم بالسنين، هكتب واي. عايز اطلعها بالشهور واي ام، عايز اطلعها بالايام ام دي. في اي مشكلة في الديتد اف؟ باقي الناس، باقي الناس، باقي الناس فين؟ طيب أولا أنا عندي كلمة اسمها الحاسب الآلي، حلو، فأنا عايز أحسب طول الكلمة دي اللي أنا هحسب الحروف، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني حتى المسافة حسبها لك حرف. أنا عايز أعرف إن الكلمة دي فيها كم حرف، يساوي لن ال اي ان، وأفتح القوس وبحدد التكست بتاعي اللي هو الكلمة، وأقفل القوس وأدوس إنتر، قال لك 12 حرف. هو عد معاك حروف الكلمة، معادلة اللن يساوي لن، وافتح القوس بحدد التكست واقفل القوس وادوس انتر. طيب عدد مرات تكرار الكلمة، معادلة اسمها الريبت، وافتح القوس. اول حاجة بيقول لك حدد ايه؟ حدد النص اللي عايز تعمل له تكرار، مثلا طنطا، وراح اعمل بعد كده ايه زي ما قايل لك فاصلة، قايل لك النمبر تايمز، انت عايز تعمل لها تكرار كم مرة؟ مثلا 3 مرات، 5 مرات، واقفل القوس ودوس انتر، كررها لك 5 مرات. يبقى الكلمة نفسها لو عايز اعمل لها تكرار جنب بعض بالشكل ده، معادلة الريبت يساوي الريبت، وافتح القوس احدد النص اللي عايز اعمل له تكرار واعمل فاصلة، بعد كده النمبر تايمز اللي هو عدد مرات التكرار 3 مثلا، واقفل القوس ودوس انتر. الاكسل فيه اكتر من مليون معادله، في معادلات بناخدها بس للاستطلاع، يعني ممكن ما تفيدنيش في اي حاجه بعد كده، بس لو اتطرقت لجزئيه معينه ممكن تفيدني. يعني نفترض في حساب طول الكلمه، اقول لك انا عايز احسب مثلا كم حرف للكلمه دي، 12 حرف، انا عايز اخلي كل الاسماء اللي تحتها 12 حرف، هحاول اظبطها على اساس معادله اللين. عايز اعمل تكرار لحاجه معينه ريبت، وهكذا. طيب عندك بعد كده معادلة اسمها الريبليس، الريبليس يساوي ريبليس اللي هو الاستبدال، انا هستبدل كلمة بكلمة. طيب اول حاجة بيقول لك ريبليس، افتح القوس، بيقول لك الاولد تكست، النص القديم اللي عايز تعمل له استبدال، مثلا كلية الهندسة، واروح اعمل فصل. بيقول لك الستارت نمبر، ترجمة
بس ركز معايا، نفتح المايك بعد اذنكم. بصوا انا لو ركزت معايا هنا قال لك الستة وقال لك السبعة، وهنعرف معنى ايه كلمة ستة ومعنى ايه كلمة سبعة. لا جمعية اهو يساوي ريبليس، انا عايز استبدل كلمة بالتانية، فبيقول لك الاولد تكست او النص القديم اللي هي كلية الهندسة، روح اعمل فصل. بيقول لك الستارت نمبر، اولا لو تعالوا نعد يعني بداية الكلمة التانية اللي هغيرها، الكاف كلية كم حرف؟ أربعة. قلنا المسافة بيحسبها لك حرف كده خمسة. طيب أول حرف في الكلمة التانية اللي هو الألف، فده الحرف السادس. فالستارت نمبر يقصد بيها إيه؟ الكلمة اللي أنت هتعمل لها استبدال بدايتها من الحرف رقم كام؟ ستة. طيب حلو، الكلمة نفسها اللي هو النمبر شارت، الكلمة نفسها كم حرف اللي انت هتستبدلها؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، الهندسة 7 حروف. طيب اعمل فاصلة. بعد كده بيقول لك النيو تكست، النص الجديد اللي انت عايز تعمله. النص الجديد انت هتشيل الهندسة وهتكتب مكانها التجارة. التجارة، وراح اقفل الكورس. أول حاجة بحدد النص القديم، بعد كده هقول بداية النص القديم من الحرف رقم كام، بعد كده عدد حروف النص اللي عندك اللي هتستبدله، بعد كده الكلمة الجديدة اللي أنت هتضيفها. راح أعمل لي استبدال. المرة دي عايز أحول إلى عملة معينة، بستخدم معادلة اسمها الدولار، معادلة الدولار، وأفتح القوس وأحدد الرقم اللي عايز أجيب العملة بتاعته بالدولار أهو. قال لي 60، بكل بساطة وسهولة يساوي دولار، يساوي دولار، وأفتح القوس وبحدد الرقم اللي عايز أجيب مني العملة أو اللي عايز أخليه بالدولار، وأقفل القوس وأدوس إنتر. حد يقول لي أنا ممكن أعمله تاني من فوق من العملة هنا؟ أه، دي بس معادلة خاصة بالعملات، دي طريقة تانية من فوق من النمبر من الداتا تايب أو نوع البيانات. طيب عندك معادلة اسمها اس كيو ار تي، دي بتجيب لي الجذر التربيعي يساوي اس كيو ار تي، وافتح القوس واحدد الرقم اللي عايز اجيب لي الجذر التربيعي، واقفل القوس وادوس انتر. طيب الجذر التربيعي يعني التسعة دي، حد هيقول لي قسمها لي على اتنين؟ لا، كام في كام يديني تسعة؟ التلاتة أس اتنين فيها التسعة. طيب يبقى المعادلة اسمها اس كيو ار تي، وأحدد الرقم اللي عايز أجيب مني الجذر التربيعي. طيب لو عايز أحول الرقم اللي عندي دي لأقرب رقم زوجي بعد العلامة، هقول له يساوي زوجي معناها ايفن، وافتح القوس بقول لك حدد النمبر اهو الرقم ده، واقفل القوس. اقرب رقم زوجي، الرقم اللي عندي اقرب رقم زوجي كام بعد الاربعه؟ اقرب رقم زوجي كام؟ ستة اهو. طيب عايز اقربها لاقرب رقم فردي بدل الايفن اللي هي الاود، هيقول لك خمسة. فهو لو عندي رقم عشري وعايز أقربه لأقرب رقم فردي أو أقرب رقم زوجي، معادلة الأود أو الإيفن. طيب أنا هنا عندي معادلة اسمها ترانك، تي آر يو إن سي، يساوي الأول تي آر يو إن سي، وأفتح القوس. قال لك فين الرقم العشري اللي عندك؟ أهو الرقم ده. طيب انت عايز تشيل منه بعد العلامة العشرية كم رقم؟ اتنين مثلا، او عايز تخلي بعد العلامة العشرية كم رقم؟ اتنين. اول حاجة بحدد الرقم العشري بتاعي، وانا مش عايز الرقم ده كله، انا عايز بعد العلامة العشرية رقمين بس، اروح اكتب اتنين
عايز 3 اكتب 3 بمعادلة رانك تي ار يو ان سي. عندي رقم زادية وعايز اجيب الكوزاين بتاعه، يساوي كوزاين وافتح القوس. بيقول لك حدد الرقم، اهو حددت النمبر واقفل القوس، كوزاين 45 فيها النص اهي. طب عايز اجيب الساين بدل الكوزاين ساين، عايز اجيب الكوتان اللي هو الظا والظتا والجا والجتا، كل ده بكتب اسم المعادله وبحدد الرقم اللي عايز اجيب منه اللي هو الجا او الجتا او الظتا او القا او القطا وهكذا. اهو ادي اداك الساين. طيب لو قلت له يساوي باي بي اي وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، الباي دي نسبه معروفه 3.14%، يساوي باي وافتح القوس واقفل القوس وادوس انتر، اداك نسبه او اداك اللي هو الباي بتساوي ايه اصلا، اللي هي 22 على 7 اللي هي 3.14. طيب الباور او الاس يساوي الباور وافتح القوس. اول حاجه بيقول لك النمبر او الرقم اللي عندك اللي هو 8، واروح اعمل ايه فاصله. كلمة الباور يعني الأس، التمانية أس كام؟ أس 2، وقفل القوس أدوس إنتر قال لك 64، فيساوي باور أفتح القوس وأحدد الرقم اللي عندي وأعمل فاصلة، الرقم ده يا أس كام؟ أس 2، هيديك 64. طيب أنا مش هطول على الناس أكتر من كده، المعادلات كتيرة بس سهلة، تمام؟ بإذن الله محاضرة بكرة هيبقى فيها اللي هي هنشرح الفي لوك اب اللي هو البحث ازاي ابحث فيرتيكال رأسي، والاتش لوك اب ازاي ابحث هوريزنتال افقي اللي هو الفي لوك اب. يعني بصوا كده هنا، اول ما اختار مثلا اي قسم فاداك البيانات بتاعة القسم، الاتش لوك اب نفس القصه بس المره دي بدل ما هيبحث فيرتيكال راسي هيبحث افقي. او في الاتش لوك اب اول ما اختار اي كود جاب لك النتيجه بتاعت الكود اللي انت عايزه. هنا نفس القصه بس هنا جاب لك ايه، بدل ما استخدمت معادله الاف هستخدم اللوك اب، يعني اللوك اب بتساوي برضو الاف عندي. طيب وهناخد ايه تاني؟ هناخد اللي هو الاف العاديه، اف السيمبل، اف سيمبل، وهناخد اف كومبلكس اللي هي البسيطه المركبه، وصم اف وكاونت اف وافريج اف. خمس معادلات، وهناخد ثلاث معادلات اللي هي الاتش لوك اب والبي لوك اب واللوك اب. دول 8 معادلات ان شاء الله، من يعتبر من اصعب المعادلات اللي ممكن نمر بيها. زي ما قلنا المعادلات اللي بتيجي في الاختبارات الدوليه بالنسبه للاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3، الصم، الافريج، الماكس، المين، اللارج، السمول، الكاونت، كاونت ايه، كاونت بلانك، والراوند، والاف. المعادلات اللي احنا شرحناها دي النهارده معادلات زياده بالنسبه الناس تاخدها كمعلومه زياده ليها. طيب بعد ما نخلص المعادلات بكره هنبتدي مراجعه على برنامج الاكسس. طيب ان شاء الله باذن الله احتمال يبقى في محاضره ثانيه كمان يوم الاثنين هنخلص فيها الاكسس والبريد الالكتروني. بعد ما نخلص برنامج الاكسس والبريد الالكتروني هنخش هنعمل مراجعه برضو على الاوتلوك والايميلات عموما والتعاون عبر الانترنت. بعد كده هنعمل مراجعه على اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت. ده ان شاء الله هنحاول نخلص المحاضرات دي قبل رمضان، احنا خلصناها كشرح، احنا حاليا بنعمل مراجعه على الحاجات دي بحيث الناس تكون اخذت الشرح والمراجعه. ان شاء الله بعد العيد باذن الله هيبقى بس حلول اختبارات دوليه، تمام؟ فاحتمال الاسبوع ده هناخد كل يوم، يعني في محاضره بكره وهنشوف لو في محاضره يوم الاثنين، بس حاليا بكره ان شاء الله ميعادنا الساعه كام؟ الساعه 10 باذن الله.
نشرح فيها المعادلات اللي قلنا عليها، وهناخد مراجعة على برنامج الأكسس. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ الأمور حسينا النهاردة كانت بسيطة ولا كان فيها عك شوية، أو الدنيا كانت صعبة شوية النهاردة؟ تمام، كويس خالص. راجع كويس الفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله اللي عنده أي مشكلة في المعادلات برضه إن شاء الله فيما بعد كده ممكن برضه نعيد عليها تاني، ما عنديش أي مشكلة، بس أتمنى الأمور تكون بسيطة مع الناس. نراجع الفيديوهات كويس وإن شاء الله ما تكونش في أي مشكلة معاكم بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، يعني بعد ما نخلص الكورس ده هيبقى في حاجة اسمها أدفانسد، جزء أدفانسد شوية من إكسل، معادلات أكتر. معادلات الإكسل طبعا بينقسم إلى معادلات كتيرة، في اللي هو البيزك، المعادلات الأساسية، يعتبر احنا اخدنا منها جزء، المعادلات الاساسيه اللي هي انا قلت لكم عليها اللي هي بتيجي في الاختبارات الدوليه. عندك لو جزء الادفانسد تلاقي فيه معادلات زياده زي معادله اسمها الماتش، ومعادله اسمها الاندكس، وعلى فكره الفي لوك اب والاتش لوك اب دي كلها ادفانسد. فالحاجات دي ممكن ناخدها برضو في الادفانسد اكسل. عندك بعد كده الكوميرشال اكسل اللي هو اكسل المعادلات التجاريه والمعادلات الاحصائيه، والبيزنس اكسل اللي هو المعادلات الخاصه بالاعمال او اداره الاعمال، وفي اللي هو الاكسل بالنسبه للناس اللي هم بيشتغلوا في مجال الاتش ار. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يدينا طول العمر ونقدر نجهز كورس كامل بالنسبه لبرنامج الاكسل لوحده. الاكسل واسع، الاكسل فيه يعني حكاوي كتير. ان شاء الله باذن الله يعني نخلص. احنا خلصنا الدبلومه بتاعت مايكروسوفت اوفيس الجزء الاول، حاليا الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3. ان شاء الله باذن الله قريبا جدا هنعلن عن الجزء الثاني من الدبلومه. الجزء الثاني هيكون عباره عن برامج ثانيه، اكيد الناس عارفه اللي كانت حاضره معايا اللي هي الفيزو والبروجكت والبابليشر والون نوت وهكذا. وان شاء الله لو في عمر معانا للجزء الثالث ممكن ناخد شويه في جزء الادفانسد. حد عنده سؤال؟ إن شاء الله يا حبيبي بإذن الله. يعني كل القصة، بس المبادرة دي كلها عموما اللي أطلقتها بيم أريبيا بالتعاون مع شركة ماك، مع الهندسة بدون كورسات، مع إكس بروجكت، مع الأكاديمية الأمريكية للتدريب، هدفها إن إحنا نأهلكم كويس في برامج الأوفيس. يعني بدل ما تاخد بره كورس تدفع عليه فلوس، أدي أنت بتاخد الكورس والشهادة هنا، بس بشرط ان انت تكون مسلم المشاريع وفاهم الكورس بيتكلم عليه، سواء كان في الوورد او الباور او الاكسل او الاكسس، كل برامج الاوفيس. فالمبادره دي هدفها ان احنا ناهلكم صح في البرامج دي. فان شاء الله يعني ربنا يديمنا طول العمر، واللي هيكمل معانا في الاخر هيعرف النتيجه ان شاء الله بعد ما نخلص المبادره بتاعتنا. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وميعاد محاضرتنا بكره باذن الله الساعه 10. الساعة 10، وعايز الناس تعذرني لو كنت مقصر معاكم في يوم من الأيام. إحنا في أيام مباركة، ويا ريت لو حد برضه زعلان مني أنا بعتذر له. محتاج دعواتكم بس، يعني لو دعوة واحدة بس من كل واحد فيكم. ربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله، والتوفيق لكم يا رب إن شاء الله في اللي جاي. أكيد يا هندسة، أكيد يا حبيبي. ربنا يوفقكم يا رب ويكرمكم كده، واشوف الناس زي ما في اعلى المراتب والمناصب. كده احنا خلصنا محاضرة النهارده، نلتقي بكره الساعه 10 باذن الله. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.